اولا كفاعل رياضي مدينه العيون، قبل التحدث عن كاس افريقيا كره القدم داخل الصاله، لابد ان نذكر شيء مهم تتعلق بالبنيه التحتيه لمدينه العيون، وتجلى ذلك في المرافق الرياضيه ذات المستوى العالي، واللي صراحه انه تم البناء ديالها وفق معايير دوليه بما في ذلك القاعات والملاعب. هذا هو الحمس واحد المجموعه ديال الناس من ضمنهم الجامعه الملكيه المغربيه اللي كتكون في الدوري الافريقي لكره القدم باش تنظم نسخه كاس افريقيا لكره القدم داخل الصاله مدينه العيون. نحن جينا ان شاء الله باش نتبعوا هذه المباريات كاملين. نتمنوا على انه الجماهير ديال مدينه العيون ديال الاقاليم الجنوبيه كلها تستمتع بالتقنيات الفرديه والجماعيه ديال الانديه والخطط ديال المدربين. على مدار هذا 10 ايام تنظن على انه مدينه العيون عروسه الرياضه بامتياز. بطبيعه الحال لان هي انا كنقول لهم على انها تكون هي اللبنه الاساسيه لبناء انديه وجمعيات رياضيه داخل الصاله مدينه العيون. لما؟ لان القاعات موجوده ولله الحمد، يعني الناس داخل جامعه العيون خدموا ووجدوا ارضيه ما على الشباب لانه يتوجه وفق المعايير اللي كتسمح لهم باش يديروا باش يولجوا هذه القاعات. فانت تنظن على انه هذا مكسب لهم الى مشاو في هذا الاتجاه، تنظن على انه غادي نعطوا لاعبين في المستوى العالي وفرق في المستوى العالي كتمثل الاقاليم الجنوبيه خصوصا مدينه العيون.